يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دخل رجل المسجد قبل أذان المغرب بحوالي نصف ساعة وصلى ركعتين تحية المسجد، فأنكر عليه أحد الجالسين وقال إن ترك المحظور أولى من فعل المسنون، فهل إنكاره صحيح؟ الإنكار لا ينبغي الإنكار، لكن يبين له بيان أن هذا وقت نهي، أن هذا وقت نهي، فلو جلس لكان أحسن. وأما الإنكار قال إنك فعلت محرم، فعلت محظور، لا لا يجوز هذا. المسألة فيها خلاف قوي، هل يقدم النهي فيجلس أو يقدم الأمر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى صلي ركعتين؟ خلاف قوي في المسألة، فلا يقال إنك فعلت محظور، لكن يقال إنك فعلت خلاف الأولى حسب الدليل الذي ينهى عن الصلاة في وقت النهي، ويكون هذا باللطف وبالمفاهمة، لا يكون هذا بالعنف أو نعم.